مشاهدينا الكرام، نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. مرحبا بك دكتور فالح. وسينضم الينا ايضا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن زميل المركز العربي للابحاث والدراسات السياسيه الدكتور عبد الوهاب القصاب. نرحب بك اذا كنت تسمعنا الان ايضا. نبدا منك. حياك. انا ارحب بك وبضيفك صديقي العزيز. حياك الله دكتور عبد الوهاب. نبدأ منك دكتور فالح، يعني بعد أن ظل هذا الفاعل مجهولا عن هذه الغارة على مواقع لميليشيا الحشد في شمال العراق، صحيفة يدعوت أحرنوت اليوم الصهيونية أعلنت بوضوح وكشفت أن جيش الاحتلال الصهيوني هو من قام بتلك الغارة. كيف تفسر بداية هذا الإعلان الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي الدكتور عبد الوهاب القصاب، وهذا شرف أن يكون معنا ونكون معه بالحقيقة. إذا رجعنا إلى الأرشيف، والأرشيف ليس القديم جدا، يعني إلى حد قبل أشهر ربما، كان هناك كلام عن أنه إسرائيل، الكيان الإسرائيلي قد يتدخل في العراق، ويعني جرت تسريبات بهذا الخصوص. طبعا نحن تعلمنا ونحن صغار أن يد إسرائيل طويلة، وأن كل شيء يهددها بإمكانها أن تتدخل من أجل أنه تصون ما يسمى أمنها الإسرائيلي. لكن في هذه الحالة طبعا المبررات هي قضية أنه كما نعلم العراق ليس له حدود مشتركة مع الكيان الإسرائيلي، مع فلسطين المحتلة. العراق عندما كان في العهد الوطني كان نعم يشكل قاعدة استراتيجية، وكان عمق استراتيجي لكل من سوريا والأردن، وبالتالي يستطيع أن يتدخل. ثم خصوصا عندما كان الجيش العراقي في أوج قوته كان يشكل خطر كبير، أو كما هكذا يقال، خطر كبير على الكيان الإسرائيلي. اليوم ليس هذا موجودا في الحقيقة، وبالتالي إسرائيل تدخلها هذا يعني يبدو وكأنه ليس له لزوم كبير. إذا هاجمت أهداف في سوريا ممكن أن نفهم هذا الكلام، ونفهم في حدود البعد والقرب من الجولان، هناك يعني مديات معينة تم الكلام عن 30 كيلومتر، عن 15 كيلومتر، والآن في أخبار معينة أن الولايات المتحدة تفاوض روسيا على ابتعاد القوات أو يعني المعسكرات الإيرانية 80 كيلومتر. هذا نفهمه، لكن في العراق الأمر غير مفهوم. هناك ممكن يكون هناك تحليل ثاني ممكن نتكلم فيه فيما في أخرى. بالإضافة إلى ناحية أخرى أوجهها للدكتور عبد الوهاب القصاب، مرحبا بك مرة أخرى دكتور. هل تعتقد أن هذه الغارة تمت بدون تنسيق مع الإدارة الأمريكية؟ مرحبا بك أخي وصديقي دكتور فالح. هنالك حقيقة كبيرة، وفي أن كل ما يخص أمن الكيان الصهيوني يعتبر أولوية أولى للولايات المتحدة. فلا تتوقع عنا أن الولايات المتحدة ستكون في وارد الاعتراض. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية التي بودي أيضا وآخذ من حيث انتهى أخي دكتور فالح، صحيح أن الكيان الصهيوني إسرائيل لمح أكثر من مرة بأن يده طويلة وستصل إلى الحرس الثوري الإيراني أينما كان ولأنصاره. المشكلة هنا أن هؤلاء الذين أتوا بالإيرانيين هم وأسلحتهم وصواريخهم إلى العراق، والعراق في بهذه الحالة من الوهن يتحملون مسؤولية تاريخية، ذلك لأن البلد ليس لديه الوسائل التي يتمكن بها من الدفاع عن نفسه، خصوصا وأن المستهدف هو هي عناصر غير عراقية. حتى هذه ميليشيات الحشد عندما تكون مع الإيرانيين فهي إيرانية والأسلحة إيران، والإسرائيليين يتحسسون كثيرا من أي سلاح يمكن أن يطال الداخل الإسرائيلي. والإشاعات التي قالت بأن إيران قد هربت عندما كانت معرضة للضربة الأمريكية، هربت الكثير من صواريخها إلى العراق، وهذه الصواريخ التي بمديات معينة لو وضعت في مناطق معينة لطالت الداخل الصهيوني، داخل الإسرائيلي، داخل فلسطين المحتلة، ستكون إسرائيل متحسسة من هذه الحالة وستحاول ضربها. هذه النقطة. النقطة الثالثة أن الوسيلة الهجومية التي استخدمت
وهي كما يقال طبعا كان هنالك يعني تكهنات، هل هي طائرات مسيره متطوره ام انها F-15. يبدو كما قالت الصحافه الاسرائيليه وكما تم تسريبه بان الطائره كانت من طراز F-35، والF-35 هي الطائره هي الجيل الاخير من طائرات الشباح التي تتمكن من اختراق الدفاعات الجويه واختراق الرادارات والانقباض على الهدف دون ان يحس بها، وهذا ما حصل في العراق. لم يتم تسجيل هذه الغارب لان رئيس الوزراء العراقي قال بانه انفجار وان هنالك تضخيم كبير ليس صحيحا ان تكون هنالك طائرات جاءت وضربت. الان من الجانب الاخر بان هذه طائرات اسرائيليه استهدفت هذا الغريب ايضا في المكان المثير الحقيقه ان يعني انتقلت الضربات من امرلي في منطقه دافوق في محافظه صلاح الدين ونزلت الى دياله معسكر اشرف السابق الذي هم لا ادري ماذا يسموه والذي اتخذه الحرس الثوري الايراني وجماعه نصر الله مركزا للتدريب ومركزا لتخزين الصواريخ. يعني توسعت هذا ايضا موضوع. نعم. طيب سنعود إليك أيضا دكتور عبد الوهاب. دكتور فالح، كنت تتحدث أن هذه الغارات الصهيونية لو كانت على ميليشيات في سوريا فلها ما يبررها، ونريد أن نفهم الغاية إذن من هذه الغارات على الميليشيات الحشد في العراق. يعني أنا أميل إلى تحليل قد يكون غريب في هذه اللحظة، لكن أنا أميل له حقيقة. إذا تمعنا في النظر إلى تمعنا فيما تقوم فيه إيران في العراق، إيران تحاول تحويل العراق إلى قلعة عسكرية، قلعة طبعا لها وليس للعراقيين. تحاول يعني جعلت العراق الآن معسكر كبير، الآن تنقل له الصواريخ والأسلحة، وهذا ما يعلن، ما غير المعلن الله أعلم، يعني تعرف حدود طويلة جدا ومفتوحة ولا ليس هناك رقيب. الأمر الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا في مناسبات سابقة تنظر بعين الشك والريبة إلى ما تقوم به إيران، لأن هناك كما قلنا في أكثر مناسبة هناك صراع على العراق بين واشنطن وبين طهران. إيران يبدو أنها مصممة على أن تحتل العراق عسكريا ولو بالتدريج. ما أحب أن أقول الآن في هذه اللحظة، يعني ربما التأويل هو يعني تعرف السياسة ليس فيها شيء قطعي، هي أمور ظنية تحتمل الأوجه، لكن أنا أميل إلى تفسير أن الضربة التي وقعت في العراق، ضربتين طبعا في أمرلي وفي معسكر أشرف، هي ضربة من باب التخادم، هذه المرة التخادم الإسرائيلي الأمريكي. يعني أمريكا بدل أن تضرب هي بنفسها مواقع معينة، لأن هذه الضربة إذا تمت بيد أمريكية ستكون يعني تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي هنا تدخلت إسرائيل بطلب أمريكي لكي يبدو الأمر وكأنه أمر مبرر بالنسبة لإسرائيل أنها تحاول أن تضرب، أي لأنه المناطق التي ضربت ليست قريبة من إسرائيل وليست يعني معسكر أشرف قريب من إيران، وبالتالي أنا أتوقع أو أميل إلى هذا التحليل، أميل إلى أنه إسرائيل ضربت هذه المرة لصالح الولايات المتحدة حتى لا يمكن أن تقوم حرب شعواء، لأن أمريكا الآن تتخوف من إمكانية أن تقوم حرب في العراق، لأن الصراع كله على العراق، وبالتالي إذا جيرت الضربة لصالح إسرائيل. نحن نتذكر، أنا أذكر قرأت مرة يعني أيام الضربة المفاعل النووي العراقي أنه الطائرات التي استخدمت حتى طبعا هي جيرت في إسرائيل، أنه صح. إسرائيل ضربتها، لكن أنا قرأت في إحدى المواقع أو إحدى التقارير أنه كانت طائرات حديثة جدا حتى إسرائيل لا تملكها، لا تملكها M-81. نعم نعم لا تملكها، إنما وقالوا أنه طيارين أمريكان يعني يهود قادوا الطائرات التي أعيدت إلى إسرائيل بعد الضربة ولكن جيرت. الآن أتخيل F-35 يعني كان من الممكن طائرة مسيرة بسيطة، الدلالة ذلك يعني المهم أنه لأنه إذا ثبت أن أمريكا هي ضربت فهذا إعلان حرب، وبالتالي ستكون هناك أمور كبيرة، لكن إذا جيرت على إسرائيل هذا يعني نوع من التحليل الذي قد يصدق وقد لا يصدق. وهذا دليل إضافي أن إسرائيل بين مزدوجين ستكون
فاعل قوي دكتور عبد الوهاب في المرحلة القادمة فيما لو اندلعت مناوشات بين أمريكا وإيران سواء في العراق أو في سوريا أو في غيرها من الأماكن؟ بالإضافة إلى ذلك، ما دلالات وجود مستشارين إيرانيين أصابتهم تلك الغارة وأدت إلى وفاتهم كما هو واضح؟ دكتور عبد الوهاب تفضل. تفضل، ما لم أسمع جيدا. نعم. كنا قد تحدثنا، نقلنا جزءا من السؤال من إجابة الدكتور فالح حول أن إسرائيل ستكون في المرحلة المقبلة فاعل مهم وقوي إذا ما حصلت مناوشات بين إيران وأمريكا، بالإضافة إلى أن هناك إيرانيين كانوا موجودين في المكان الذي ضرب بالغارات الإسرائيلية. ما دلالات وجود هؤلاء الإيرانيين؟ هؤلاء الإيرانيين واضح أن تحولت ثقافة فعلا. لاحظ أن سبق وأن قلتها في واحدة من المداخلات السابقة معكم، أن العراق في الساحة الأخيرة التي ستقاتل حكومة الملالي عن وجودها ودورها في المنطقة. العراق هو الساحة النهائية. يعني الآن لو ضغط على إيران وقيل لهم أو أعطي لهم العراق على بياض لأن يتخلوا عن ما يسمى بالبرنامج النووي لتخلوا. المهم الأسد أو الحصة الكبرى التي تقاتل عنها إيران هي العراق، هي تعتبر أن العراق جزء منها. حتى هو العراق في الأدبيات الفارسية القديمة البهلوية كان يسمى ب بل بيران شهر، يعني قلب إيران، هكذا يعني هكذا كانوا يدعون العراق، ولذلك كانت عاصمتهم فيه. العراق يعني بالنسبة لإيران يعني ثروة كبيرة لن تتخلى عنها بسهولة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، وجود هؤلاء من الحرس الثوري والذين قتل أحد قادتهم رغم أن في رئيس الوزراء الغريب حقيقة، هذا يشيع في إيران ويقال أنه قتل في أمرلي، ورئيس الوزراء يقول انفجار بسيط كما قيل لي، هكذا قال بالتأكيد. وجودهم دليل على أن الأمور من يد الحكومة العراقية قد فلتت. ليس الحكومة العراقية رأي، وليس الحكومة العراقية تقول لا. ميليشيات الحشد هي جزء من الحرس الثوري الإيراني تأكيدا، يعني قائدها رجل إيراني، إيراني الجنسية، ومعاون القائد رجل إيراني الجنسية رغم أنهما يعني عراقيان باللسان. وعملية الحركة الواسعة النطاق والتي يعني أتوا بجماعة من الحرس من حزب نصر الله للعراق، هذا ليس شيئا سهلا. وهنا فإن إسرائيل عندما قررت أن تضرب هذه القاعدة التي تتواجد بها عناصر من حزب نصر الله قد أخذت مجازفة كبرى فيما قامت، ويبدو أنها مستعدة لهذه المجازفة يعني حتى لتداعيات هذه المجازفة رغم الصوت العالي الذي نسمعه من نصر الله، أنها يبدو أنها قبلت بهذه المجازفة ومستعدة لتحمل عواقبها. الموقف معتد حقيقة ومتشابك، والمشروع الإيراني مشروع أثقل من إيران، طموح جدا، بدأت الآن تشعر بثقله وتدفع ثمنه. نعم. ونراقب ونرى ما الذي سيحصل. نعم. أيضا دكتور فالح، هذا الكلام عن وجود إيرانيين في هذا المعسكر في تلك الغارة يجعلنا نسأل عن الدور المستشارين الإيرانيين على الأراضي العراقية ومدى شرعية هذا الدور. لا يوجد أي شرعية لوجود ولا جندي إيراني أو حرس ثوري إيراني فضلا عن وجود من هو أكبر منهم مستشار أو غيره. هؤلاء يأتون بصفة محتلين. العراق الآن تحت الاحتلال الإيراني المباشر، يعني إذا كانت الولايات المتحدة احتلت العراق بشكل مباشر عن طريق القوى العسكرية فإنها أرادت أن تقيم حكومة عميلة لها وتتولى هي من وراء ستار إدارة الأمور، يعني ربط العراق بالمصالح الأمريكية الاقتصادية والاستراتيجية والحيوية، ويبقى العراق في دائرة الفلك الأمريكية، نعلم هذا جيدا. لكن إيران تفعل هذا بقبح وتفعل هذا يعني خلينا نقول بعنجهية، تفعل هكذا بطريقة يعني ليس فيها حياء ولا خجل. الموضوع الآن أنه هؤلاء المستشارين كما يسمون، طبعا لا يوجد هناك، هذه صيغة مغلفة،
حتى الولايات المتحدة تستخدمها عندما تبعث قوات كثيرة جدا تقول هم عبارة عن مستشارين. إيش يعني مستشارين؟ يعني نفهم أن هناك مدربين يدربون، لكن كل شيء إيراني في العراق الآن حرام، كل شيء في العراق الآن من الإيرانيين هو أهداف مشروعة للتيار الوطني للمقاومة الوطنية العراقية للتخلص منها. هؤلاء موجودين رغم عن العراقيين، وهؤلاء لا يمثلون لا شرعية ولا اتفاق، وليس بيننا وبين إيران إلا القادسية التي طالت 8 سنين وأريقت فيها من الدماء الكثيرة، وهناك من العراقيين الكثير من يتحدثون عن القادسية الثالثة وهكذا. نعم دكتور عبد الوهاب، اسمح لي بسؤال أخير. هل تعتقد أن أمريكا بدأت فعليا سواء يعني من خلال الكيان الصهيوني أو من خلال قوى أخرى بتقليم أظافر الميليشيات الموجودة الإيرانية الموجودة في العراق؟ وهل ثمت ربط بين تأجيل زيارة عبد المهدي وبين ما يحصل الآن؟ بالتأكيد هنالك يعني إجراءات واضحة، يعني من جملتها حتى العقوبات المالية التي طالت مجموعة من المناصرين لإيران في محافظة نينوى وفي محافظة صلاح الدين. هؤلاء يعني مهما كانت صفتهم هويتهم فهم إيرانيون، يعني هذا الكلداني كان يعني يعلن في كل وقت بأنه خادم للمشروع الإيراني بكلمات أخرى. وأبو مازن أنتم تعلمون ما هو دوره، والشخص الآخر ناهب بمباركة من الحشد الموجود بالقرب منه. إذن هنالك استهداف حقيقة، يعني وهنالك إشاعات بأن هنالك قوائم أخرى ستطال آخرين ما أخرى. وهنالك بالمناسبة يعني رسالة جدية نقلها وزير الخارجية الأمريكي عندما التقى بالأستاذ عادل عبد المهدي رئيس وزراء عالي، وقال له بأن عليكم أن تختاروا بين إيران وبيننا. فإذا أنا كما قلت أيضا في مقابلة سابقة، العراق الآن موجود في المطحنة، يعني بين المطرقة والسندان. هنا السندان هو إيران وهنالك مطرقة أمريكية، وأن عليه أن يختار. ولسوء الحظ الحكومة حكومة منحازة لإيران عاطفيا على الأقل، وليست هنالك إرادة سياسية للتخلص حقيقة، ليس هنالك إرادة سياسية للتخلص من النفوذ الإيراني. والتخلص من النفوذ الإيراني الخطوة الأولى المطلوبة هو عودة اللحمة لعرب العراق. عرب العراق عندما يتحدثون عندما يتصرفون كعرب، وهم 80 إلى 85% من عدد السكان، عند ذلك سيكون شيء آخر، لأنه الذين سيمثلوهم عند ذلك الوقت ليس هؤلاء الموجودين في السلطة حاليا. وعند ذلك يمكن أن تبدأ التدابير لإنهاء الوجود الإيراني في العراق. نعم دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب القصاب زعيمي المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية من واشنطن، كما نشكر ضيفنا الكريم الدكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي كان معنا في الأستوديو. شكرا.